حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع. مساء الخير أستاذ عبد الله. من وجهة نظرك يعني هذه ليست هي المرة الأولى التي يحاول فيها النظام القطري الإساءة للمملكة العربية السعودية من خلال يعني تسييس شعائر الحج والعمرة وأيضا مطالباته المستمرة بصورة مباشرة وغير مباشرة بتدويل الحرمين الشريفين. ما هي يعني مقاصد مثل هذه المطالبات المستمرة والخبيثة من وجهة نظركم؟ بداية كل عام وأنتم بخير والأمة العربية والإسلامية بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وحقيقة يعني باسمي ونرفع اسم آيات التهاني والتبريكات وجزيل الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الذي يعني سخر كل إمكانياته لخدمة الحرمين الشريفين. وكما شهدنا في وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كيف يحرص المواطن السعودي على تسهيل الحج منذ سنوات ومنذ يعني سنين، والحكومة السعودية مثل ما أشار تقريركم الموقر عهدت على نفسها خدمة هذا الحج وخدمة الحرمين الشريفين وخدمة حجاج بيت الله. قطر للعام الثاني يعني تفشل حقيقة إن كان محليا أو دوليا أو داخليا في تسييس عملية الحج، وهذه السياسة القذرة المتبعة من الحكومة القطرية. هذا العام الثاني شهدنا غضبا قطريا في الداخل لتسييس الحج، حيث كان المملكة العربية السعودية على موعد باستقبال أكثر من 500 حاج قطري وصلوا إلى المملكة العربية السعودية عبر مطارات الكويت وسلطنة عمان الشقيقتين. حقيقة يعني ما نراه من محاولات فاشلة للنظام القطري لتسييس هذا الحج والإساءة إلى المملكة العربية السعودية حقيقة واقع يعني يؤلمنا في مواصلة ومكابرة النظام القطري في تسييس القضية الحج في موسمها للعام الثاني واعتقال السلطات الأمنية في الدوحة لحجاج قطريين في العام الماضي. نذكر الأخ حمد المري بمجرد عبوره من منفذ سلوى الحدودي عائدا إلى العاصمة الدوحة. أيضا هناك بعض من كتبتهم الحكومة القطرية تعهدات بعدما أدوا العمرة في رمضان. حقيقة المشهد يتكرر ويفشل من قبل النظام القطري في تسييس عملية الحج ولعب دور مشابه للدور الإيراني في منع مواطنينه قبل أعوام لإداء فريضة الحج. حقيقة نعم، بالحديث عما يعني ما تذكر أستاذ عبد الله، يعني كيف تقرأ فرض النظام القطري تعهدات وتهديدات على كل من يحاول أداء فريضة الحج من مواطنيه؟ ألا يعد ذلك يعني انتهاكا صارخا للحريات الدينية؟ وألا يعد أيضا الرد الشعب القطري برفض هذه الإملاءات والذهاب إلى الحج أيضا رفضا شعبيا لمثل هذه السياسات التي يتبعها النظام القطري؟ بكل تأكيد هو منع الحريات الدينية للشعب القطري، وهذا ما انعكس وسينعكس في الفترة القادمة تعنت السلطات القطرية سيزيد من نقمة الشعب الداخلي على النظام. هذا ما ستجنيه الحكومة القطرية بكل معانيها في يوم وفي تجمع للحجاج والمسلمين وأدائهم فريضة من فرائض الإسلام. يعني يستمر هذا النظام في ممارسة هذا توصيته بالنظام القمعي لمواطنينه ممارسة حرياتهم وتسييس الحج في وقت أن الحكومة السعودية قيادة وشعبا ترحب بكل مسلم على أرجاء الكرة الأرضية بأن يؤدي فريضة الحج بكل يسر وأريحية. لكن سيجني ثمار هذا ما تقدمه الحكومة القطرية والنظام القطري قريبا من خلال
غضب الشارع والشعب القطري الشقيق. نعم، من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.